وبكل ارتاحيه اعتمادا على لعيبه بتلعب كوره بشكل كويس جدا خاصه في نص الملعب. مشكلتهم فين بقى؟ لما الاطراف بتقفل عليها وبتضغط عليها زي ما قال كابتن هاني، وده من اهم العوامل النهارده اللي نقدر نستغلها ونضغط عليهم في الاطراف، نقفل عليهم الاطراف، فبيبداوا ان هم يلجاوا للعب في العمق. مجرد ان هو يلعب في العمق يا كابتن اسامه على طول بينزل طبعا شادي حسين او بينزل حتى مصطفى سعد عشان يستلم الكوره ويطير مصطفى زيكو من ناحيه الشمال في حاله استلامه للكوره على طول بعد الضغط بتتقطع الكوره. بتتقطع الكوره، يعني احنا عندنا بعض الحالات من مباراه الجونه الاخيره يعني بعض الصور كده بتوضح لنا. طب اعرضوا لنا يا جماعه الحالات لو موجوده عندكم بتوضح لنا فعلا، وباز بيتكلم علشان نشوف نقاط القوه اللي المفروض النادي الاهلي يخلي منها. طيب مظبوط. فبالتالي احنا دلوقتي في حاله الضغط ان احنا نقفل الاطراف عندهم والخروج الفول باكس عندهم ولا الظهيره زي ما قلنا سامح في ناحيه شمال او علي جمال في ناحيه اليمين، بالتالي هم بنولد اخطاء في حاله استرجاع الكوره. بالظبط كده، دي المباراه الجونه الاخيره دايما هتلاقي البيلد اب مشارك فيه زي ما قلنا مصطفى العيش بيسلم الكره نكمل، هتلاقي يعني ده الشكل اهوت بيستلم الكره يا كابتن، هنا بيبدا يفتح الاطراف. كان الصوره اللي قبلها مصطفى العيش بيسلم طبعا هنا الظهير الايمن زي ما قلنا، بيبدا حد ينزل له مثلا زي شادي من ناحيه اليمين في حاله عدم ان هو يقدر ان هو يفتح من على الاطراف ويزيد من الاطراف، بيلجا ان هو يلعب الكره في العمق في حاله الضغط عليهم. نكمل الصوره اللي بعدها، على طول بيتقطع الكره. الاهلي مميز في الضغط العالي والكاونتر بريسنج في حاله استرجاع الكره عالي جدا عندنا. ده برده شكل تاني للبيلد اب عندهم، بيبداوا الهجمه من ورا، برده مصطفى العيش زي ما احنا بنشوف بيبدا يسلم كوره. ده اللي انا كنت بتكلم عليها يا كابتن اسامه، بيلعب الكوره هنا في العمق مع النزول طبعا شادي بيفتح هنا، سواء كان طبعا ده متى جسامه اللي هو في نص الملعب عشان ياخد يدخل في العمق. في الحاله دي بيتم استخلاص الكوره من الخصم بشكل سهل جدا، لان الكنترولنج وان هو يحجز على كورته وان هو يستلمها تحت ضغط عندهم مشكله فيه، الاستلام تحت ضغط في العمق عندهم مشكله فيه، اللعب في العمق عندهم مشكله فيه، فبيضطر ان هو يفتح على الاطراف زي ما قلنا. ففي الحاله دي وجود مروان عطيه النهارده طبعا مع كوكا في استخلاص الكوره وان هو كسب الكوره، ده هيبقى عامل مهم جدا لنا في حاله استرجاع الكوره وحاله طبعا التحولات بشكل سريع جدا. وجود طبعا مروان زي ما كابتن عماد قال بالظبط مهم جدا عشان الكوره بتاعتنا. احنا شفنا الشامبيونز ليج الاسبوع ده كابتن اسامه، مباراه الريال او حتى مباريات المان سيتي، شفنا هدفين كوبي بيست من الهدف بتاع مروان الاخير مع الاهلي. الكره بدات هجمه من ورا من عند حارس المرمى، طلع بيها لحد قدام جيب جون. ده الميلان امام ريال، كوبي بيست برضو من لشبونة امام السيتي، كوبي بيست من كولر. فتطوير الخروج بالكوره مهم جدا عندنا، ونقدر نستغل العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها عند زد، ونقدر ان احنا نكسب الكره الثانيه، نسترجع الكره ونزيد ونخلق فرص كبيره ان شاء الله النهارده.